ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هتعملي ايه لو في يوم فرحك على حب عمرك بتتحولي لوحش عملاق والناس كلها بتخاف منك، ومن الاخر ليلة العمر بتبوس؟ ده اللي حصل مع بطلة فيلمنا النهاردة. لو عايزين تعرفوا هتعمل ايه، تابعوا معنا الفيديو للاخر وهتتبسطوا في عالم الكرتون. بيبدأ فيلمنا بكوكب بينفجر وبيتجه النيزك لكوكب الارض، واللي بيكتشف النيزك ده هما برج المراقبة اللي مسؤولين عن مراقبة الظواهر الغريبة، وبيعرفوا ان النيزك ده متجه لمدينة ماديستو في كاليفورنيا، فبيتصلوا بالفريق بتاعه هناك علشان يحذروه بسرعة. وفي الوقت ده بيكون في بنت جميلة اسمها سوزان نايمة في امان الله، وبيدخل عليها اصحابها فجأة يصحوها ويقولوا لها افتحي التلفزيون يا عروسة، وده لان ديريك حبيبها مذيع الاخبار بيتقدم لها قدام الناس كلها. وتاني يوم على طول بتتزوق وتلبس الفستان وتجهز للفرح، وبيبارك لها امها وهي بتعيط، اما ابوها فبيكون مبسوط انه شايفها عروسة، وبياخدها على القاعة علشان تسلم على عمتها وباقي المعازيم. وبنشوف سوزان وهي واقفة بتفكر ومبسوطة انها اخيرا هتتجوز حب عمرها، وكمان هيسافروا مع بعض باريس وكل البلاد اللي هي عايزاها لانه مذيع مشهور. لحد ما بيدخل عليها ديريك وبيقول لها انهم مش هيسافروا باريس وانهم هيسافروا لمدينة تانية بسبب ظروف شغل ديريك. وبتضايق سوزان بس ما بتحبش تضايق ديريك، فبتقول له انها ما عندهاش مشكلة. أول ما بيمشي بتلاحظ سوزان إن في نيزك نازل عليها من السماء، وتحاول تهرب منه لكن ما بتلحقش وبينزل عليها، وبتخرج أمها تدور عليها وبتلاقيها واقعة على الأرض ولبسها متبهدل، فبتاخدها تنظفها وتدخلها لجوزها علشان يقيموا رسوم الزفاف. لكن أول ما ديريك بيشيل الغطا من على سوزان بيلاحظ إنها بتنور، لا مش بتنور اللي هو بيعكسها يعني، دي بتنور بجد ولون أخضر كمان، وبتكبر لحد ما بتبقى ضخمة جدا والناس بيكونوا خايفين منها وبيهربوا من القاعة. وسوزان ما بيكونش فاهمة ايه اللي بيحصل معاها وبتحاول تنقذ ديريك، لكن قوات الجيش بتتدخل وبتخدرها وبتاخدها اسيرة عندهم. وبتقوم سوزان بتلاقي نفسها في مكان غريب جدا وبتكون خايفة لحد ما بيظهر حشرة غريبة فبتخاف اكتر، وبتكون الحشرة دي هو الدكتور كوكروتش الدكتور المجنون اللي كل اختراعاته فاشلة، ومعه بوب الكائن اللزج اللي بيكون غبي جدا لانه ما عندوش عقل، وكمان ابو زعانف اللي اسمه لينك اللي شايف انه جامد جدا، وبيحاولوا يتعرفوا عليها لكنها بتبقى خايفه منهم وبتتجنبه. ولما بتحاول تهرب بتلاقي وراها الحشره الضخمه اللي اسمها انسكتاسروس، ولما بتحاول تهرب بيدخل عليها الجنرال، وفي ثواني كل وحش بيدخل بيته. وبتحاول سوزان تفهم الجنرال انها بني ادم عاديه وان مكانها مش مع الوحوش الغريبه دي، لكنه بياخدها في جوله في المنظمه السريه علشان يفهمها اللي هيحصل، وبيقول لها ان في سنه 1950 ظهرت الوحوش على كوكب الارض، وكانت مهمتنا اننا نجمع الوحوش دي ونخبيها عندنا لان العقل البشري مش هيستحمل فكره وجود الوحوش، وعلشان كده قلنا للبشر انها مجرد اساطير وحبسنا الوحوش في المنظمه دي. وبيعرفها كمان انهم منعزلين انعزال تام عن العالم الخارجي، وبياخدها على المكان اللي هتعيش فيه علشان هو قلبه طيب بيسيب لها صوره قطه علشان ما تحسش انها محبوسه. على الناحيه الثانيه بيكون في كائن فضائي اسمه جاليكسار بيدور على النيزك، وبيعرف ان النيزك وقع على كوكب غريب اسمه كوكب الارض، فبيقرر انه هيحصل عليه باي طريقه، فبيبعت آلة من آلاته علشان تعرف له النيزك ده فين وتجيبه. وبيكون في الوقت ده في اتنين كابل في عربيتهم لسه يتكلموا كلام سر، لكن بينزل من السماء مجسم غريب فبيروحوا علشان يشوفوا اللي بيحصل، وفجاه بتظهر عين ضخمه بتصيبهم بالفزع، وفي لحظات بيكون الاعلام متجمع حوالين المجسم وقوات الجيش بتوصل والحرس الجمهوري كمان، وده لان رئيس الولايات المتحده الامريكيه بنفسه هيتواصل مع المجسم الغريب ده ويعقد معاه صفقه سلميه. وبيكون الرئيس هايف جدا وبيطلع على السلالم اللي بتوصل للكائن الفضائي، وبيبدا يعزف الموسيقى بطريقه مضحكه، وبيخرج المجسم دراعه، بيكون الرئيس فاكر انه عايز يسلم عليه، لكنه في الحقيقه بيكون مش طايق الموسيقى بتاعته، بيكسر له القرش وبيبقى يخلص عليه لكن بيهرب بسرعه، وبيمر الجيش كله باطلاق النار عليه، لكن الغريب ان مفيش ولا رصاصه بتصيبه، ده بسبب الجدار العازل اللي حواليه. وبتتراجع القوات بسرعه ومعاهم الرئيس كمان اللي بيهرب في طيارته الخاصه، وبيحصل اجتماع طارئ بين الرئيس ومستشارينه وبيقول لهم انهم محتاجين يلاقوا حل بسرعه، لحد ما بيوصل الجنرال لقاعه الاجتماعات وبيقول لهم انهم علشان يقضوا على وحش ضخم
ضخم زي ده هم اكيد محتاجين وحش ضخم زيه، وبيشتغل البروجيكتور وبيبدا الجنرال يعرفه على الوحوش اللي عنده، زي مثلا انسكتاسروس اللي تحول للشكل ده نتيجه انفجار نووي اللي حوله من يرقه صغيره لحشره ضخمه. والتاني بيكون لينك الرجل السمكه اللي تم اكتشافه مجمد من 2000 سنه لكنه هرب من العلماء وبدا يخوف البنات على الشط. والتالت بيكون العالم المجنون كوركوتش اللي بيخترع اختراع بيحول الانسان لحشره، ولما بيجربه على نفسه بيتحول فعلا لحشره بس ما بيعرفش يرجع تاني. والوحش الرابع معانا هو بو اللي كان نتيجه تجربه تمت على الطماطم ونتج عنها طفره جينيه سببت في تكون الكائن اللزج بو. واخر واحدث وحش معانا هو سوزان الضخمه اللي انضمت للمنظمه قريب بعد المقدمه الكبيره دي بيقنع الجنرال رئيس المملكه المتحده الامريكيه انهم يستخدموا الوحوش في القضاء على الفضائيين. وبنشوف بعد كده الوحوش وهم قاعدين يلعبوا، ودكتور كوكروتش بيحاول يرجع سوزان لحجمها الطبيعي وبيحذرها باقي الوحوش من كوكروتش لانه دكتور فاشل واختراعاته كلها ما بتنجحش. لكن سوزان بيبقى عندها امل انه يقلل حجمها شويه عشان تقدر ترجع تاني لاهلها وتعيش مع ديريك حبيبها. لكن لينك بيحاول يفهمها ان مفيش حد بيدخل المكان ده وبيخرج منه عادي كده، وان من 1950 محدش خرج منه الا على الموت على طول. لكن في اللحظه دي بيدخل عليهم الجنرال وبيقول لهم انهم هيخرجوا النهارده، وبيقول لهم الجنرال انه هيخرجهم علشان يقتلوا الفضاء وانهم لو قدروا يقضوا عليه هياخدوا حريتهم. وفي الوقت ده بتفرح سوزان وبيركبوا الطياره بسرعه وبيتحركوا على سان فرانسيسكو. واول ما سوزان بتشوف ان الفضائي ضخم جدا بتخاف وما بتكونش قادره تتنفس، وبتسيبهم سوزان وبتمشي، وبيحاول الوحوش الباقيين انهم يواجهوه لوحدهم لكن الفضائي بيسيبهم وبيمشي لانه عايز سوزان. واول ما بيوصل ليها بيحاول يقضي عليها لكنها بتهرب منه بسرعه، وبسبب ضخامتهم هما الاثنين بيدمروا المدينه على الاخر. وبتكون سوزان مش فاهمه ليه الفضائي بيجري وراها هي بس وسايب باقي الوحوش، وبتلاقي نفسها بطيئه فبتستخدم العربيات اكنها كوتشيات بعجل علشان تهرب منه. اما بقى لينك فبيسبح في المجاري لحد ما بيوصل للبلاعه وبيصطدم بكوكروتش وبوب اللي بيكونوا جايين بسرعه جدا بالاختراع اللي اخترعه دكتور كوكروتش. وبتوصل سوزان للجسر اللي الحكومه بتعمل فيه اخلاء للبشر، وبتكون عماله تتصدم بكل الناس والفضائي جاي من بعيد علشان يخلص عليها، وهي بتكون مش عارفه تنقذ الناس ولا توقف الفضائي، وبيهرب منها الفضائي وبيكون هيبلعها ويخلص عليها. لكن بيوصل انسكتاسروس وبيهجم على الفضائي وبتساعده سوزان وبتستخدم قوتها لاول مره وبتوقف الفضائي، وبتأمر باقي الوحوش انهم ينقذوا الناس في الوقت اللي هي بتحاول توقف فيه الوحش. وبيدخل دكتور كوكروتش مركز التحكم بالفضائي وبيحاول يبوظه لحد ما بيقع الفضائي وبيقع عليه الجسر يقسمه نصين، وبكده بتنتصر سوزان ويصحبها الوحوش على الفضاء. وفي الوقت ده جالكيسار بيتعصب ان بشريه زي دي قدرت تقضي على الالي اللي هو بعته، وبيقرر ان الموضوع خلاص بقى شخصي وانه هينزل بنفسه للكوكب ده ويرجع النيزك بتاعه. وبيكون سوزان قاعده مبسوطه بالانجاز اللي هم عملوه وانهم خلاص هيتحرروا، وبتحكي لباقي الوحوش عن ديريك خطيبها اللي بيحبها واللي هيتبسط قوي اول ما ترجع ليه. وبتقول لهم انهم ممكن يبقوا اصدقاء العيله، وبتقنعهم يروحوا معاها للبيت ويتعرفهم على اهلها. وبينزلهم الجنرال في المدينه بتاعتهم وبيكون كلم اهل سوزان وعرفهم انها ترجع البيت. واول ما بيوصلوا للبيت بتقول لهم سوزان يتصرفوا باحترام ومحدش يعمل اي شغل، وبيسلم سوزان على باهم ما اللي بتكون وحشاهم جدا، وبيكونوا خايفين من اصحابها الوحوش وبيحاولوا يتعاملوا معاها بحذر. وبيسيب سوزان اصدقائها وبتروح علشان تجيب ديريك من الشغل علشان الحفله اللي عاملينها بمناسبه رجوعها لازم حبيبها يكون فيها. وبتبدا الحفله وبيكون الناس كلهم خايفين من الوحوش، ولينك عمال يعوم في حمام السباحه وبيخوف الناس، وكوكروتش بيعمل مشاريب متفجره غريبه، وبوب في عالم تاني قاعد بيحاول يشقط طبق جيلي على جنب. وبتوصل سوزان في الوقت ده لمكان عمل ديريك وبتاخده من جوه بايديها وبتفضل تحضن وتبوس فيه، وهو يا عيني هيتخنق من قوه ايديها لحد ما بتسيبه بياخد نفسه بالعافيه. وبتقول له انه وحشها جدا وانها رجعت علشان يتجوزوا ويعيشوا مع بعض زي ما هم عاوزين. لكن ديريك بيصدمها وبيقول لها انه اكيد مش هيقدر يعمل كل ده في حجمها ده، وانه مش هينفع يسيب شغله ويقعد يحاول يرجعها لطبيعتها لان شغله رقم واحد عنده. وبينفصل عنها وبيمشي، وتمشي سوزان في الشارع وهي حزينه لحد ما بتقابل اصدقائها قاعدين متضايقين هم كمان، وبيقولوا لها ان فكره انهم يبقوا اصدقائها مش احسن حاجه وانهم مجرد وحوش وهيفضلوا وحوش، والناس عمرهم ما هيتقبلوهم على وضعهم ده. وبتكون سوزان هي كمان لسه قلبها مكسور من حبيبها اللي غدر بيها، لكنها بتخرج من اكتئابها
بسرعة وبتديهم خطاب تحفيزي وتقول لهم ان مفيش بشري يقدر يعمل اللي هم عملوه وانهم انقذوا العالم كمان، وبتكون لسه بتشجع فيهم لكن بتوصل مركبة فضائية للمكان وبتسحبها بضوء غريب، وبيحاول انسكتاسروس انه ينقذها لكن جالكيسار بيطلق عليه شعاع قوي وبيموته، وبيقعد لينك حزينة لصاحبه اللي مات في الوقت اللي سوزان بيكون اتسحبت للمركبة الفضائية. اول ما بتفوق بيكون في مكان غريب ومش عارفة ايه اللي بيحصل، وفجأة بتلاقي نفسها محبوسة في قفص وبيدخل عليها جالكيسار بعد ما تهب علشان يوصل لها، وبيقولها انه اخيرا هيقدر يحصل على المادة اللي كانت في النيزك اللي ادتها كل القوة دي. لكن سوزان بتتفاجئ انه عمل كل ده علشان المادة دي دمر سان فرانسيسكو وقتل صاحبها وسبب الرعب لملايين الناس على الارض، ده كله علشان يحصل على المادة اللي هي اصلا مش عايزاها، وعلشان كده بتتعصب عليه وبتفتح القفص بقوتها علشان تلحقه وتقضي عليه، وبيستخبى منها وبيقفل البوابة، لكن مفيش حاجة تقف قدام قوتها وغضبها، وبتنزل تكسير في البوابات بوابة ورا بوابة، وبيدخل جوه نفق وبتستمر سوزان في ملاحقته لحد ما بتقف الفخ وبيدخلها جالكيسار في انبوبة اختبار، وبيمر الروبوت ان يسحب المادة اللي جواها. في الوقت ده بترجع سوزان لحجمها الطبيعي، وبيكون جالكيسار اضخم منها، لكن سوزان بيكون عايزة تقضي عليها حتى من غير قوتها، لكنه بيقول لها ان املها الوحيد في القضاء عليه كان وهي معاها قوه، وبيبدا جالكيسار في تنفيذ خطته واستنساخ عدد كبير منه اللي هيساعده في احتلال كوكب الارض وتسميته كوكب جالكيسار. وبتنتشر الاخبار على الارض بوجود مجسم غريب طاير في السماء ورساله رعب من جالكيسار للارض بيقول لهم فيها استسلموا، اولا كل اللي على الارض هيموت موته شنيعه، وبيكون لينك لسه في وصله الحزن على صديقه انسكتاسروس، بيقول لهم مفيش وقت للحزن، احنا لازم نضيعش حق انسكتاسروس ونطلع للمركبة الفضائية وننقذ سوزان. وبيستعينوا بالجنرال اللي بيساعدهم انهم يوصلوا للمركبة الفضائية، وبيضرب بالاشعة القاتلة لكن بينزل منها هو والمساعد بتاعه في امان. بيوصل لينك وبوب وكوكروتش للمركبة الفضائية، وبيشوفوا جالكيسار وهو بيأمر واحد من اتباعه بالتخلص من سوزان، وبتخطر على بال بوب الغبي فكرة وانهم يتنكروا في هيئة جالكيسار وينقذوا سوزان، وفعلا بيدخلوا على جالكيسار النسخة وبيقولوا له ان جات لهم اوامر انهم اللي هيعدموا سوزان، والغريب ان خدعه بوب بتنجح فعلا وبياخدوا منه سوزان وسلاحه كمان وبيتخلصوا منه. وبتفرح سوزان انهم بيضحوا بنفسهم علشان ينقذوها، وانهم طلعوا اجدع من حبيبها ديري. بيمشوا في المركبه الفضائيه متنكرين لحد ما بيغلطوا بيقتلوا واحد من نسخ جالكيسار بالغلط، وفي الوقت ده بيأمر جالكيسار بالتخلص من الدخلاء واعدامهم، وبيكونوا عايزين يوصلوا لمركز التحكم بالمركبه، وعلشان كده بيحاولوا يتخلصوا من نسخ جالكيسار باي طريقه، وبيهربوا منهم بصعوبه وبيوصلوا لمركز التحكم اللي بيكون محصن جدا، علشان يقدروا يخترقوه فلازم يرقصوا رقصه معينه، وبيتطوع دكتور كوكروتشو بينفذ الرقصه باحتراف، وبيتم تفعيل التدمير الذاتي للمركبه وبيكون وقت التدمير هو 6 دقائق بس، علشان كده كل اللي على المركبه بيهرب بسرعه قبل ما تنفجر، وبيجري كمان سوزان واصدقائها، لكن للاسف بتحبس اصدقائها ورا البوابه وبتحاول تنقذهم باي طريقه، لكن هي مش قويه كفايه لده، علشان كده بيقولوا لها اهربي انت وعيشي حياتك، احنا كده كده وحوش ومش هنعرف نعيش الحياه اللي انت هتعيشيها. لكن سوزان مش هتقدر تتخلى عن اصدقائها، وبيجي لها فكره وهي انها ترجع تاني ضخمه زي الاول وساعتها تقدر تنقذهم، وبتستخدم الادوات اللي في المركبه علشان تتحرك بشكل اسرع، وبتوصل للمكان اللي فيه الروبوتات الضخمه وبتعدي منهم بكل صعوبه لحد ما بتخرج برا المركبه خالص، وبتتجه للمكان اللي فيه جالكيسار الاصلي، هناك بتقول له انقذ اصدقائها وهي هتسيبه، لكنه بيقول لها ان مفيش حاجه تقدر تنقذهم بعد ما تفعل التدمير الذاتي، هو كده كده مش خايف منها وهي ما عندهاش قوه زي الاول، وبيحاول جالكيسار يوصل للماده علشان يكتسب القوه ويهرب من المركبه، لكن سوزان بتجري عليه وبتحاول تعطله وبتنتصر فعلا عليه لكن ما بتقتلوش، وبتستخدم المسدس في انها توقع الماده عليها زي اول مره وترجع ضخمه تاني، وبيكون بوب ولينك ودكتور كوكروتسي خلاص بيودعوا بعض لانهم عارفين انهم هيموتوا، لكن بتدخل عليهم سوزان الضخمه من تاني وبتنقذهم قبل ما يموتوا، وبتشيلهم كلهم وتهرب من المركبه، وبيستغربوا ان الجنرال مش جاهز بالمركبه، لكن الجنرال بيكون جايب لهم مركبه اعلى بكتير واللي بيكون عباره عن انسكتاسروس، لكن بعد ما تحول لفراشه وبقى بيطير، وبينقذوهم وبتنفجر المركبه بالجالكيسار وبيكونوا انقذوا العالم من شره، وبترجع سوزان مع اصدقائها
اصدقائها الاعلام من تاني اللي بيرحبوا بيهم جدا وما بيكونوش خايفين منهم زي الاول. وبيوصل ديريك علشان يعمل لقاء مع سوزان وبيكون عايز يرجع لها من تاني، لكن سوزان بتهزقه وبتقول له اللي باعنا خسر درعنا، وبيكمل عليه بوب قدام الكاميرات والعالم كله. وبيجي لهم الجنرال يعرفهم ان في وحش تاني عايزهم يقضوا عليه، وبيقفوا كلهم لان هي دي حياتهم وهم مبسوطين بيها. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ل 20,000 لايك. تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد اول واحد.